اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، واهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. خلينا نقول ان حجم الدراسات بيقول ان في 15 مليار دولار حجم سوق التسوق الالكتروني في الشرق الاوسط ومصر. خطتكم ايه وعايزين نصيبكم منهم يبقوا كام؟ تمام. خلينا اقول ان احنا خطتنا الاساسيه هي مش مرتبطه بزياده حصه جونيا، بل بالعكس احنا او الاهم بالنسبه لنا هي زياده الحصه العامه او للتجاره الالكترونيه عامه في مصر. ما زالت حصة التجارة الإلكترونية في السوق المصري لا تتخطى 5%، فبالتالي ما زال في مجال كبير جدا لنمو القطاع نفسه. فبالتالي احنا تركيزنا اكتر في عدد المستخدمي التجارة الإلكترونية يزيد بشكل كبير جدا في خلال الخمس سنين زي ما حضرتك قلتي. حصتنا هتبقى مرتبطة بزيادة حجم استثماراتنا واللي بنضخها في السوق المصري كل سنة. هنا بقى بنتكلم في قصة الأمان والهجمات الإلكترونية اللي بتتم على الحسابات، وإن العميل ما عندوش ثقة إنه يكون بياناته موجودة في أي كيان حتى لو كان جوميا مصر. ما تزعلش. تمام. الموضوع ده مرتبط أكتر بالثقة عامة بالتجارة الإلكترونية، وده لما ابتدينا في 2012 العميل كان بيخاف يحط بياناته، اسمه حتى ورقم تليفونه، مش بيانات بنكيه. دلوقتي الموضوع بعد خمس سنين اختلف بشكل كبير جدا، لان كل العملاء دلوقتي بقوا فاهمين يعني ايه تجاره الكترونيه، فاهمين مين شركه جوميا، فبقى عندهم ثقه في الشركه وثقه عامه في القطاع. الجزء المرتبط بيه او التحديات المرتبطه بالدفع الالكتروني هي اكتر مش مرتبطه بالثقه في القطاع، لكن محدوديه عدد الناس اللي عندها اصلا بطاقات ائتمان او حسابات بنكيه. فدي اكيد الدور ده مش هتقوم بيه الجوميا فقط ولا القطاع التجاره الالكترونيه فقط، ده دور لازم تقوم بيه الحكومه لزياده الوعي باستخدام الدفع الالكتروني عن الدفع التقليدي. بس عندنا ثقافه يا باشمهندس، يعني انا شخصيا لو حد قال لي هاتي بطاقتك ما بثقش فيه. دهما. فتيجي حضرتك تقول لي هاتي الفيزا علشان هتشتري عبر وسائل الانترنت او التواصل الاجتماعي، بالتاكيد انت عندك مشكله يعني في ناس كتير او عملاء كتير لا يثقوا في التعامل عن طريق انا عايزه اشتري حاجتي اخد فلوسي واقيسها واشوفها واجربها وكل حاجه يعني. تمام. وكمان يبقى من حقي ارجعها وابدلها خلال الفتره اللي انا موجوده فيها. تمام. خليني اقول لك، اولا احنا بنتعاون بشكل كبير جدا مع جهاز حمايه المستهلك، بل بالعكس احنا اكبر عميل عندنا. لا بالعكس، احنا من اكثرهم تعاونا، لان احنا وسيط، احنا لا نمتلك السلعة، احنا وسيط ما بين عارض وما بين مشتري. فبالتالي احنا دورنا اللي بنقوم بيه ان احنا دايما بنحافظ على الاكيد ثقة العميل بتاعنا، ان احنا بنساعده ان هو لو حصلت له اي مشكلة مع اي عارض عندنا ان احنا ناخد له حقه. بالعكس الدور لو اللي بتقوم بيه، لو انا حصلت عندي المشكله حضرتك بترجعها لي ولا بتغيرها لي والفتره قد ايه؟ تمام. احنا بندي لمده 14 يوم حريه ارتجاع حضرتك ترجعي المنتج. ارجعه لك انت ولا ارجعه للشركه اللي انا اشتريت منها؟ لا ليا انا كجوميا، بدون اخذ اي مصاريف شحن اضافيه. فبالتالي العميل اللي اشترى مثلا لبس والمقاس ما طلعش مظبوط او اللون مش زي اللي هو كان متخيله يقدر يرجعه، تمام، لمدة 14 يوم بدون اخذ اي استبدله ولا ارجعه؟ زي ما حضرتك عاوز، يا اما ترجعي المنتج تماما وتستردي فلوسك، يا اما تستبدليه بمنتج اخر. الاسعار بقى حضرتك تيجي تقول لي، ودي هتبقى مهمه صعبه بالنسبه لك النهارده، في اوكازيون، في فرايداي زي اللي حضراتكم بتعملوه، بلاقي ان اسعار قبل اليوم بتاع الاوكازيون او الخاص بتتدبلر ويتعمل عليها نسبه خصم، وكانه بيع للوهم. يعني حضرتك بتشوفه ازاي؟ لا، هو بلاك فرايداي بالنسبه لجوميا، احنا اول من ادخلنا الموسم البلاك فرايداي في مصر وادخلناه سنه 2014، وده كان تحدي برضو كبير بالنسبه لنا، لان الشعب المصري ما كانش متعارف عليه ان في شهر نوفمبر بيبقى فيه موسم تجاري. انتوا عملتوا مشكله للشعب المصري بالبلاك فرايداي، ان الحكومه حست ان الشعب معاه فلوس لما شافتهم بالطوابير في المولات. بالزبط. فابتدت في قرارات بقى رفع الدعم والحاجات. ولو هم كانوا بالالاف في المولات التجاريه التقليديه على الانترنت كانوا بالملايين. طب خلاص يعني بلاش بالملايين كده. لا بس ده حقيقه، كانوا بالملايين فعلا. بس خليني اقول لك ان احنا العميل عنده ثقه كبيره جدا في جوميا فيما يخص موسم البلاك فرايداي. احنا طبعا في ناس كتيره جدا طبقت نفس سؤالي الاساسي، بتضمن ازاي ان الخصم اللي حضرتك هتعمله علشان يبقى فيه اقبال بالملايين؟ تمام. الخصم حقيقي.
ان انا كجوميا انا اللي بتحكم في العروض اللي بيعلن عنها على موقع جوميا. يعني العارضين بيقدموا 3 شهور قبل بداية الحملة، والله دول العروض اللي احنا بنقدمهم. احنا بنفضل لغاية قبل بداية الحملة بأسبوعين بنقعد نراقب كل الأسعار. أدواتك للرقابة دي ايه؟ بنتابع كل أسعار المنتجات دي اللي عليها عروض في السوق المصري كله، سواء سوق التجارة التقليدية أو على الإنترنت، عشان نتأكد إن المنتج اللي هو معروض أو العرض المعروض هو عرض حقيقي. احنا في الربع الأخير من السنة اللي فاتت احنا توجهنا يعني لدعم المنتج المصري، وأطلقنا حملة صنع بأيدي مصرية. والحملة دي كان الهدف منها ان احنا ندعم المنتج المصري، واعلننا ساعتها ان لغاية ديسمبر 2017 جوميا مش هتاخد اي عمولة من اي عارض بيعرض منتج مصري. طيب الموضوع ده مهم جدا. يعني النهاردة احنا عندنا شباب كتير عندهم الصناعات اليدوية والحرفية، المرأة المعيلة اللي في مشروعات تبع الصندوق الاجتماعي بتحاول انها تمولهم، بس مشكلتهم الاساسية في التسويق. تمام، حضرتك هتحطهم في اعتبارك؟ يعني هتقدم لهم؟ احنا اكيد دي خطتنا في المرحله الثانيه، ويمكن احنا مضينا بروتوكول تعاون مع غرفه الصناعات اليدويه في مصر بدايه من 2017. والهدف من الحملات اللي احنا بنعملها خاصه بدعم المنتج المصري هي الاول التوعيه بايه هي المنتجات المصنعه محليا. للاسف بعد التعويم وبعد زياده الاسعار في ناس كتيرة جدا فوجئت ان في منتجات مصرية مماثلة يمكن احسن من المنتجات المستوردة، سواء بالذات الحاجات النوبية واللي في سينا بيعملوا منتجات رائعة بس مش عارفين يسوقوا نفسهم. بالظبط. لا بس في قطاعات كمان كبيرة عندنا، قطاعات خاصة بالتغذية، في منتجات كتيرة جدا مصرية، قطاعات الازياء التغذية ما ابتديناش بالمنتجات ما يسمى بالفريش او اللي هي الطازة دي، ما ابتديناش بيها دلوقتي. احنا ابتدينا بمنتجات زي المكرونة، زي الفول، زي الشاي، زي القهوة. كده محتاج مئات الالاف من الشباب يشتغلوا معاك. مظبوط مظبوط مظبوط. وفي قطاع الملابس كمان في مصنعين مصريين كبار جدا، قطاع الفئة المنتجات المنزلية فيها منتجات كتيرة جدا مصنعة محلي. احنا انا شخصيا فوجئت بعدد المنتجات الكبيرة جدا المصنعة محلي، ودي ساعدت بشكل كبير جدا لينا كقطاع وكجوميا بالتحديد ان احنا نزود مبيعات بتاعتنا السنة دي عن السنة اللي فاتت بعد حتى ايفن التعويم، لان الاسعار المنتجات المصريه كانت منافسه جدا للاسعار المستورده من بره. وكان في اقبال على المنتجات المصريه؟ طبعا كان في اقبال كبير جدا بالذات في الازياء. يعني منتجات متهمين احنا ان الفينش عندنا في الازياء مش لا خالص عندي. والله لا خالص احنا طب طمني يا باشمهندس، احنا دايما يعني عاملين نقول ان احنا لا عارفين نصنع الابره ولا الصاروخ، وعندنا من الابره للصاروخ. احنا عندنا فعلا من الابره للصاروخ؟ طب يعني مش ما وصلش للصاروخ. احنا عندنا من الابره، احنا فعلا عندنا صاروخ بس ما عندناش ابره. لا بالعكس، احنا عندنا من الابره بس عندنا، يعني خلينا نقول ان هو في توجه قوي جدا احنا بنشوفه من الشركات ان هي تبتدي حتى المنتجات اللي ما كانتش بتصنع قبل كده في مصر ان هي تبتدي تتصنع هنا في مصر، زي مثلا الهواتف المحموله. في دلوقتي اول هاتف مصري ان شاء الله هيعرض في معرض هو حقيقي في اول هاتف مصري بالظبط ان شاء الله، وسياده الرئيس هو هيفتتح المعرض وهيمسك اول هاتف مصري. التوقعات اللي اتكلم عليه الاستاذ اسامه كمان باللي هي اول موبايل مصري. هو اول موبايل مصري مظبوط. ان شاء الله فهو يعني احنا شايفين ان في توجه قوي ناحيه التصنيع، بس احنا بنقول دايما ان في فئات حاليا قويه جدا متواجده في السوق المصري، بس للاسف العميل مش عارف ان هي مصنعه مصريه. يعني هو ممكن يكون عارف الماركه، بس انتوا هنا عندكم يعني لازم يكون في حملات اعلانيه ضخمه. تمام. لان شغلكم كله مبني على التسويق. بالظبط. وبالتالي ناس كتير لو عرفت ان الطريقه سهله وامنه وبسرعه هتبقى عندكم حجم عملاء، مش هقول يعني احنا 100 مليون اعتقد ان يبقى فيه على الاقل 60% منهم عملاء عندكم. ده حقيقي. بس خلينا اقول سوق دوت كوم وعلي بابا، يعني اسماء كده انا مش عارفه هي فين ولا بتعمل ايه، لكن اكتشفت انها متجهه للسوق المصري، وانا ببحث عشان اعمل لقاء مع حضرتك. انت قلقان منهم؟
بالعكس، هي احنا زي ما انا قلت لك السوق التجاره الالكترونيه ما زال صغير جدا. احنا بنتكلم 5%، يعني علشان نوصل لثلاث اضعاف او خمس اضعاف الرقم ده اكيد اي لاعب هيجي للسوق المصري اكيد هيساعد، لانه بيساعد في التوعيه، زياده التوعيه في النهايه بيساعد على زياده عدد المنتجات او الفئات المنتجات اللي حاليا ما زالت مش ممثله بشكل كبير جدا على المواقع التجاره الالكترونيه، وما زال يعني هل اصحاب الفئات دي ما زالوا استحواذات عالميه لشركات عالميه زي ما سوق دوت كوم جه واشتغل مع شركات في مصر ان يكون جوميا ليها شركاء عالميين؟ احنا جوميا هي شركه مبنيه بالكوادر المصريه، الخبرات الاجنبيه كلها هي اللي بنت الشركه مع الكوادر المصريه اللي ابتدت في الاول، وبعد كده نقلت خبراتها للكوادر المصريه. احنا حاليا جوميا بتدار كامله بكوادر مصريه شابه، وانا عن نفسي فخور بالكوادر دي لان هي استمرت معانا 5 سنين. ومش بس كده، مصر ابتدت تصدر كمان الخبرات دي للدول الافريقيه اللي احنا بنتواجد بيها كمجموعه جوميا. يعني اصبح في كوادر مصريه كمجموعه جوميا انه تطوروا وتنتشروا في مصر. يعني انا شايفه ان انتم ممكن يكون عليكم دور مهم جدا. احنا الدوله بتدعم المجالس التصديريه، بتدعم الصناعه الوطنيه، انتم جهه مهمه جدا لتسويق المنتجات دي سواء في الداخل او في الخارج. مظبوط. ايه المطلوب؟ يعني النهارده الحياه بالنسبه لكم ورديه ولا عندكم معوقات ممكن لو اتحلت، ودي فرصه ان حضرتك موجود معانا، ان لو اتحلت او وضعت في نطاق صحيح ان جوميا مصر يكون ليها انتشار وتشغل مئات الالاف من الشباب. تمام. احنا شايفين ان في يعني تحديين اساسيين هم دول، اللي هو لو تم ازالتهم التجاره الالكترونيه هتزيد بشكل كبير جدا في مصر. اولا خاص بالقطاع التجاري الغير منظم. زي ما انا قلت لك التجاره الالكترونيه هي قطاع خدمي، فبالتالي بتقدم خدمة للمحلات التجارية التقليدية اللي احنا اتكلمنا عليهم. للأسف القطاع التجاري التقليدي مازال في قطاع نسبة كبيرة جدا بتوصل ل60% يمكن اكتر من كده غير منظم. فبالتالي احنا محتاجين دعم اكيد لإيجاد وسيلة ان احنا نضيف القطاع الغير منظم ده. وخلينا نتكلم معاك بصراحة، يعني بنتكلم على محلات تجارية ورقها مش مظبوط، ما عندهاش سجل تجاري، ما عندهاش بطاقة ضريبية. طب والبائع الجائلين اللي موجودين في كل حتة، والبائع جائلين كل دول ما عندهمش ورق، ما عندهمش اطار تنظيمي ليهم. فبالتالي انا كجوميا ما اقدرش. مش العملاء بتوعك اللي انت بتستهدفهم، يعني اللي بيروح للبائع الجائلين مش او بائع جائلين اللي تحت بير السلم؟ لا، ما ان هم دول العملاء اللي انت بتستهدفهم اللي هيدخلوا على الانترنت ويعملوا. بس انا بتكلم كعارض، يعني انا بتكلم حتى كمحلات، انا مش بتكلم على البائع الجائلين هم اللي هيبيعوا على موقع جوميا، بس انا بتكلم على حتى المحلات التقليديه في نسبه كبيره جدا غير منظم بلا ورق، او ما اقدرش انا كجوميا اعتمد عليه واضيفه على الموقع، لان لو زي ما انت قلتي حصلت مشكله مع عميل معاه في جهاز حماية المستهلك مش هقدر اجيب له حقه. فبالتالي لازم يبقى في اطار تنظيمي الاطار ده مسؤوليه مين؟ اكيد لازم مسؤوليه اساسيه من الحكومه. مين لدعم الحكومه؟ يعني النهارده التجاره الالكترونيه مين المسؤول عنها؟ مين الجهه الشرعيه اللي حضرتك لما بتحصل لك مشكله او ليك طلبات بتلجأ ليها؟ احنا بالنسبه لنا انا شايف ان وزاره الاستثمار وزاره التجاره الاثنين دول مهمين جدا لدعم القطاع ده. بشكل ايه القرارات اللي يجب ان تصدر بشكل سريع؟ اولا خاصه ان دي تجاره جديده على وزاره الصناعه او الاستثمار. بالظبط. اولا يعني اكيد ما عندكمش قوانين بتحكمها، اكيد ما فيش عوامل تحفيزيه موجوده ليها، مش موضوع على خريطه الاستثمار اللي الدوله بتحاول انها تدعمها. هي لو الحكومه نظرت لقطاع التجاره الالكترونيه ان هو قطاع خدمي بيساعد في حل مشاكل كتيره جدا للبلد، اكيد الحكومه هتقدر تحط ضوابط تساعد القطاع ده ان هو ينمو. لو حضرتك مسؤول عن القطاع ده اول قرار هتاخده ايه؟ اول خطوه هعملها ان انا اجيب القطاع التجاري الغير منظم ده واحطه، اعمل له اطار من اداري اقدر ان انا اضيفه على المواقع التجاره الالكترونيه، وبالتالي اقدر ان انا انظمه ويبقى عندي اولا رؤيه ليه، ابقى عارف انا كحكومه ايه اللي بيتباع
في السوق المصري. احنا حتى الان القطاعات او المحلات التجاريه المتعارف عليها دي بتعرض منتجات، انا اؤكد لك ان هي لا تمثل اكتر من 30-40% من المنتجات المعروضه في السوق المصري واللي المواطن المصري بيشتريها كل يوم. افهم من كده ان ممكن يكون عندك طموح سياسي، يعني ممكن في يوم من الايام لو اتعرض عليك انك تكون المنظم ومسؤول عن القطاع ده، مش هنقول يعني نبداها بوزير بس خلينا نقول مسؤول عن القطاع ده في جهه ما تابعه للحكومه، هل ده ممكن يكون حلم من احلام؟ والله صدقيني انا طموحي الاساسي انه اكبر عدد من المصريين ينضموا للقطاع ده. انا شايف بعيني يوميا النجاحات اللي سواء من افراد عاملين في القطاع او شركات بتتعامل معانا، قطاعات كبيره جدا عماله بتنجح وتكبر. إيه؟ عايز تبقى مسؤول في شركه اكبر من جوميا ولا عايز يبقى عندك منصب سياسي ولا عندك حلم احنا مش عارفين؟ انا طموحي ان جوميا تبقى اكبر موقع تجاره الكتروني في مصر. تشريك في جوميا؟ طيب لا. طيب خلينا نقول ان ما ينفعش اكون موجوده مع حضرتك. تمام. بالتاكيد لازم تقول لنا الاوكازيون اللي جاي امتى، البلاك فرايداي اللي جاي امتى، هتعرضوا ايه للناس يعني. تمام، احنا عندنا اربع حملات في السنه بتبقى كل ربع سنه بيبقى في حمله كبيره جدا بتعملها جوم. احنا في الربع الاخير ده في حمله بلاك فرايداي، وهي دي تعتبر اكبر حمله دعايه وتخفيضات بنعملها في السنه كلها. الربع الاولاني في 2017 هيبقى فيه حمله ثانيه، الربع الثاني، الربع الثالث عندنا عيد ميلاد جوميا. ايام محدده يعني بالظبط؟ يعني احنا عندنا اشهرهم نقدر نقول بالنسبه لل هنا في مصر عيد ميلاد جوميا اللي احنا اطلقناه في شهر 7. عيد ميلادها امتى؟ في شهر 7 عشان كلنا نهنيها في المحلات. في شهر 7 بس برضو بيبقى في عروض قويه جدا وحملات كبيره جدا في كل ربع سنه. يعني ان شاء الله من اول برضو الربع الاولاني في 2018 هيبقى في حمله كبيره جدا برضو هنعملها ان شاء الله. متفائل من خلال تعاملك مع شريحه كبيره من الشباب المصري؟ طبعا احنا هقول لك احنا متواجدين في 23 بلد افريقي. يعني اقدر اقول لك ان الشباب المصري هو من اذكى واقدر الشباب في القاره الافريقيه، هو بس بينقصه مشكله واحده بس، ان هم يبقى عندهم اصرار وما يستعجلش. انا فخوره باصرارك ووجودك ووجودنا كمان معاك النهارده في مش بالكلام. ان شاء الله تكون نصايحك دي نصايح لكل شباب مصري يتعلموا من تجربتك وخبرتك. بشكرك على وجودك معايا. شكرا ليكي. وزي ما شفتوا شبابنا وخاصة اللي مش خريجي الشهادات العليا، الفرص موجودة في مصر في كل المجالات، عندكم فرص متاحة تقدر تحقق لكم أضعاف البدل أو المرتب الحكومي أو الحد الأدنى الحكومي لو اجتهدتوا واعتمدتوا على نفسكم وأهلتوا نفسكم لسوق العمل. بشكركم مشاهدينا الكرام.